بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انتصار إرادة الطلاب وأولياء الأمور، فرحة عارمة لكل الطلاب، مبروك الكل ناجح بعد اجتماع أو مؤتمر الوزير اليوم. بالنسبة لعدد أسئلة كل مادة ودرجاتها، تفاصيل رسمية جديدة تحسم جدل امتحانات النقل. أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا للمديريات، أكدت خلاله أنها ستتولى المدرسة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، مشيرة إلى أنه عند ظهور أعراض مرضية على أحد الطلاب يعرض على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني، ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب. وقالت الوزارة أن تلاميذ الصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي لن تعقد لهم أي امتحانات. كما أضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات أنه بالنسبة لصفوف النقل من رابعة ابتدائي حتى تانية إعدادي، يؤدي الطلاب في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس امتحان واحد فقط متعدد التخصصات، تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد 4 بدائل لكل سؤال طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ويكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف. أما عدد الأسئلة للصفوف من الأول حتى الثاني الإعدادي كالتالي: اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة، الرياضيات الجبر والهندسة 8 أسئلة بـ60 درجة، اللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة، العلوم 6 أسئلة بـ40 درجة، الدراسات الاجتماعية 5 أسئلة بـ40 درجة، المجموع 35 سؤال بـ280 درجة. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستعقد الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة التالية: الأحد 28 فبراير 4 ابتدائي، الاثنين 1 مارس 5 ابتدائي، الثلاثاء 2 مارس 6 ابتدائي، الأربعاء 3 مارس أولى إعدادي، الخميس 4 مارس 2 إعدادي. وقالت وزارة التربية والتعليم أنه ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني. يعني نجاح رسوب ده طبعا لن يحدد إلا بعد إضافة درجات الفصل الدراسي الثاني. أما عن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في بمرحلة التعليم الأساسي، فتعقد في شكل امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفوف من رابعة ابتدائي حتى تانية إعدادي، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني. ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على العملية الامتحانية طبقا للقواعد المنظمة لذلك. وبالنسبة لامتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية 7 مارس، يعني طلاب الشهادة الإعدادية اللي هم المقصود بهم طلاب الصف الثالث الإعدادي، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الشهادة الإعدادية تقرر حسم الجدل المثار بشأنهم بعدة قرارات، حيث قال وزير التربية والتعليم في بيان له على قناة مدرستنا أنه يحق للطلاب الاختيار بين بديلين متاحين لتقييم طلاب الإعدادية تتمثل فيما يلي: الاختيار الأول، تعقد امتحان الفصل الدراسي الأول في شكل امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية يوم 7 مارس في لجان مدرسية، يعني في يوم 7 مارس امتحان موحد في جميع المواد لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على أن يكون الحضور يوما واحدا فقط، يعني هيجوا يوم واحد فقط يمتحنوا هذا الامتحان، وتكون النتيجة اجتياز أو عدم اجتياز، يعني اللي هيجتاز الامتحان ده يبقى اجتازه أو عدم اجتيازه، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يونيو
امتحانات تحريرية في لجان مدرسية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط حسب الجدول التقليدي، يعني امتحان الشهادة الإعدادية آخر العام هيكون على الفصل الدراسي الثاني فقط، أما امتحان الفصل الترم الأول سيتم يوم 7 مارس، وطبعا هيبقى اجتياز أو عدم اجتياز فقط. أما الاختيار الثاني أن يتم عقد امتحانات تكميلية فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الأول تحريرية في لجان مدرسية قبل الامتحان النهائي، كما تعقد امتحانات تحريرية في لجان مدرسية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط حسب الجدول التقليدي. يبقى الاختيار الثاني إن لو ما حضرش امتحانات الترم الأول هيحضر امتحانات الترم الثاني اللي هي عقد امتحانات تكميلية فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، وهتكون امتحانات تحريرية في لجان مدرسية، ولكن الأفضل إن هو الطالب يختار الخيار الأول وهو إن هو يمتحن في المنهج الترم الأول اللي هو الامتحان اللي هو اجتياز أو عدم اجتياز، وبعدين يبقى قدامه امتحان الترم الثاني فقط على منهج الترم الثاني، وأعتقد كلنا هنختار الخيار الأول. لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، يعني كلنا لابد نحضر المدرسة يوم 7 مارس ونختار ونمتحن اللي هو ورقة الامتحان متعدد التخصصات اللي هي الورقة الواحدة اللي مدتها 3 ساعات، عشان بشرط ان احنا نجتازها عشان ان شاء الله ندخل فرصة الامتحان الثاني. الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك. يعني المادة اللي مثلا لم يوفق ولم يحصل على 25% فيها فأكثر، فطبعا الطالب لابد انها يدخل امتحان تكميلي عشان يحق لي ان هو يدخل امتحان الفصل الدراسي الثاني. يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، يعني الدرجات اللي الطالب هيحصل عليها في الامتحان الفصل الدراسي الثاني فقط دي الدرجات اللي على أساسها الطالب هيلتحق أو يتم تنسيق الطلاب للمرحلة الثانوية وفق الدرجات. يعني الامتحان اللي الطالب هيجتازه يوم 7 مارس أو الامتحان اللي هو التكميلي طبعا ده فقط تأهيل للطلاب لكي يحق لهم دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني، وطبعا حتى امتحان الفصل الدراسي الثاني هيكون لطلاب المرحلة الإعدادية، وده هيبقى الفيصل اللي هيفصل بين الطلاب للالتحاق بالمراحل الثانوية. طبعا ده كل تفاصيل مؤتمر الوزير اليوم أو تحليل لمؤتمر الوزير اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما احنا شايفين دي الصورة، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية: لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي. الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، وبعد هذا أو يعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك. يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق الدرجات. بالنسبة لامتحان الشهادة الإعدادية أيضا، الحق في الاختيار بين طرق التقييم الآتية: في عندنا للتقييم الأول طريقتين، امتحان الفصل الدراسي الأول اللي هو هيعقد يوم 7 مارس، وامتحان الفصل الدراسي الثاني اللي هو في شهر يونيو. بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول، امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية في لجان مدرسية، الحضور يوم واحد فقط اجتياز أو عدم اجتياز. أما امتحان الفصل الدراسي الثاني، امتحانات تحريرية
في لجان مدرسية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط حسب الجدول التقليدي. أما الخيار الثاني قدام الطالب إنه لا ما يحضرش الاتنين دول، ولكن يحضر الامتحان، في عندنا امتحانات تكميلية فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، تحريرية في لجان مدرسية قبل الامتحان النهائي، وبعد كده امتحانات تحريرية في لجان مدرسية بمنهج الفصل الدراسي الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.